في هذا العدد الجديد والمباشر من رجع الصدى بعد تعثر المفاوضات في جولتها الأخيرة، ماذا ينتظر البلاد التونسية؟ تبينت الآراء في ما يخص المفاوضات هذه، هذاك علاش نطرح السؤال هذا، هل هي المواجهة أم ماذا؟ في هذا الإطار يحضر بحذايا اليوم في الاستوديو سي غازي معلا، عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي. أهلا وسهلا بك سي غازي. وكذلك سي اسكندر بوعلاقي، عضو مجلس التأسيسي عن تيار المحبة. أهلا وسهلا بك سي اسكندر. مرحبا أختي مروة، وتحية كل السادة المشاهدين. مرحبا بكم الناس الكل عبر الهاتف، ان شاء الله باش يكون حاضر معنا سي عبد اللطيف المكان حركه النهضه، وكذلك سي بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك سي سمير الطيب نائب منسحب من المجلس الوطني التاسيسي، باش نحكيو في الموضوع هذا. نبداو بما وصفوا الامين العام الاتحاد الشغل موقف الترويكا الحاكمه خصوصا حركه النهضه. قال انه حركه النهضه موقفها غامض وهي تتسم بالمناوره وهي تربح في الوقت. حسب عليكم سي غازي، لما وصف العباسي الموقف حركة النهضة بالمناورة وربحا للوقت؟ أعتقد أنه القرار التصريح اللي قام به سي العباسي فيما يخص مواقف حركة النهضة من الحوار الوطني هو راجع بالأساس إلى موقفه هو من الحوار الوطني، لأنه أعتقد أنه الاتحاد عم يصير شغل الورقة اللي طرحها يعتبر هي ورقة غير قابلة للنقاش، هي مجرد ورقة قابلة للتوقيع أو كل ما فيها للنقاش هو تداول على الأسماء بالنسبة لرئيس الحكومة أو للحكومة الوزراء المنتظرين. ما عدا ذلك كل ما هو مطروح في هذه الورقة هو غير قابل للنقاش، ولذلك كل من طرح طرح آخر أو عرض آخر أو تصور آخر لخارطة الطريق أخرى يعتبر بالنسبة للاتحاد وبالنسبة لمنظمات الرأي يعتبر هو مناورة أو خروج على الـ على الـ على الرأي اللي طرحوه هم. لذلك هذه إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة أنه الآن الطرف الراعي للحوار الوطني معارض ورقة يعتقد أنها ورقة هذه غير قابلة للنقاش، في حال أن الأطراف الأخرى وخاصة حركة النهضة والترويكا تعتقد أنه لابد فيها من تغيير وتعديل في بعض الأجزاء منها وبعض البنود فيها. هنا هي القضية كل تكمن في الموضوع هذا بالذات، هل الورقة هذه قابلة للتطبيق أو لا، وهل العرض قدمته النهضة والترويكا قابل للتطبيق ولا لا. أعتقد أنه الطرحين هما غير قابلين للتطبيق، وأعتقد أنه صحيح ماشيين لمواجهة، مش ما أعتقد أنها مواجهة في الشارع لكن مواجهة سياسية على مستوى عالي وعالي جدا. يعني نكمل مع سي اسكندر، نفس الإطار، حركة النهضة تقوم بمناورات وكذلك تحاول أن تربح للوقت، هيدنا فهم بعضنا شو معناه تربح في الوقت، معناتها إلى أين باش نمشيو مع حركة النهضة أو مع التروكا الحاكمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لازم نوصف الواقع اللي قاعدين نشوف فيه الآن، هل حركة النهضة تربح في الوقت ولا هي ربحت من ربحان الوقت؟ لأن لما نجيو نشوفوا الواقع تو نوصفوه، هل الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات وشيء هذا، هل ما زلت تلقى التعاطف الشعبي كما كان أول ما صار بداية الأزمة السياسية إثر اغتيال زميلنا وصديقنا سي محمد البراهيم؟ من الواضح أنه لا، التعبئة الشعبية فشلت، وكل ما طول المسار هذا والأزمة هذه كل ما التعبئة مجي تفشل، وقاعدين احنا نشوفوا احنا حتى على مستوى الشارع في المقاهي في الحياة الشعبية في كل ما نمشيو، حتى أنصار المعارضة ولو يقولون ويضغطوا عليهم بالوقت، الشهر الاول تعدى والشهر الثاني الى متى؟ يقولوا ما طيحتوش انصار الحكومه، شو يقولوا الانصار المعارضه؟ يقولوا ما طيحتوهاش في المناسبه الاولى، في الثانيه، في عيد المراه، مازال عيد الشجره ما تيأسوش، مازال فهمتها كيفاش ولا؟ دونك هنا بشوي بشوي مش اللي خرج المره الاولى والثانيه مش بالضروره يقعد يخرج، حتى لو كان متعاطف مع المعارضه. فانه ثم ربح للوقت والربح نتاع الوقت هذا في صالح حركه النهضه هذا امر صحيح. هذا أمر نلقاه موجود في الشارع ومتفاهمين الناس الكل، وهي مناورة ذكية من حركة النهضة. دونك معناتها جاتها في طبق، في طبق مذهب لو تمشي ربح الوقت مش هي ساعات ثم ناس لو كان الأزمة هذه معناتها خذيت أبعاد ما أكبر في الأسبوع الأول. نتصور الأعداد كانت مش تكون كبيرة برشا، هما ثم شكون تحط على 500,000، لا هذه أرقام مبالغ فيها. نتصور في اعتصام معناتها الرحيل هذا وقريب لينا يعني 15 20 25000 ممكن في اقصى حالاته، فهمت؟ هذه تقريبا ارقام اللي ناخذوهم من الداخليه، نحن نسال على صداقات وكل شيء يقولوا لنا 25 20 في اقصى حالاتها، فهمت؟ وهي اعداد كبيره من شويه راه. لكن الان شوف انت من الاجتماعات معناتها من التجمعات الكبيره هذيك وصلوا حتى لسلسله، وسلسله ما كملتش، مش حطوا حتى ايديهم في بعضهم ويوزعوا يعملوا سلسله، ما قدروش يعملوا الشيء هذا. دونك الفشل نتاع التعبه علاش؟ لانه الازمه طالت والناس فدت.
ما ثماش كسفر طويله فهمت. دونك قد يكون انه حاله النهضه تناور على انها تطول الازمه قد ما تنجم باش شروطها ولا معناتها انها الازمه هذه تخسر منها اقل ما يمكن. قد يكون هذا التوصيف الصحيح فهمت. لكن كذلك أن يقول الاتحاد انه حركه النهضه تناور وتربح في الوقت هذا امر طبيعي لان هي صاحبه المبادره كما تفضل سي غازي وهو توصيف دقيق. انت صاحب المبادره دونك اللي عارضك في هذه المبادره مش تتهمه باي اتهام وقد يكون في شيء منطق باعتبار بينا وجود معناتها انه الاطاله نتاع الوقت في صالح حركه النهضه. لكن زاده ما تنساش حاجه كون المعارضه اللي عندنا في تونس او جزء نتاع المعارضه اللي اختار الاعتصام في ساحه باردو ما عندوش حتى خيارات الا انه يتمترس وراء الاتحاد. دونك هنا سي حسين العباسي الامين العام تاع الاتحاد والاتحاد باعتباره الراعي تاع هذا الحوار يتحمل مسؤوليته كطرف صاحب المبادره وهو كذلك مسؤول عن جزء من المعارضه اللي اختار انه يتمترس وراه باعتبار انه هذا جزء من المعارضه مفلس سياسيين وما يقدرش يعمل التعب السياسي فعليه ضغوط كذلك. من هنا نجم نتهموا علاش سي حسين العباشي يوجه اتهامات معناتها في القصر في الكلام معناتها دير بالطريقه هذه لحركه النهضه فهمت. فجزء منه صحيح اللي هو انه الاطاله في الازمه لصالح حركه النهضه وهذا صحيح لكن كذلك لانه هو والناس اللي وراه الاتحاد اللي راهنت على الاتحاد باش تنجح الخيار اللي اختارته وهو فرض حكومه غصبا عن اراده الشعب ما ينجم ينجح الا بالاتحاد. فالاتحاد الان والرئيس نتاعو تحت ضغط كبير من جانب جزء كبير من المعارضه. باهي سي غازي كانت اللهجه اللي استعملها سي حسين العباسي لهجه متشنجه لهجه عكست فشل المشاورات هذه والمفاوضات هذه شنو سبب كان نجموا نعرفوا الاسباب اللي خليت المشاورات هذه تفشل اذا كان نقولوا فشلت معناتها خاطر حركه النهضه طبعا بعد نجيوها قالت اللي احنا معناتها قابلين موافقين بالمبادره هذه ومستغربين كيفاش الطريقه اللي طرحها سي حسين العباسي علاش فشلت المشاورات؟ حقيقه المفاوضات هذه انا من اول مره قلت باش تفشل ما عندها حتى امل للنجاح. اسباب لانه طرفين يحكيوا في لغتين مختلفين تماما النقاط المشتركه بيناتهم ضعيفه وضعيفه جدا يعني باللغه العاميه البسيطه السهله جدا انسان في الحكم وانسان يحب يخرجوا من الحكم. ايش بيبغوا يتفاهموا هذا؟ صعب يعني انت قاعد في كرسي يقول لك خويا خلينا نجيب بلاستيك والاخر يعني هو يرضى ما يرضالكش بالطبيعه مهما كانت الاسباب مهما كانت الغلطات مهما كانت النهضه معترفه انها عندها اغلاط وعندها فشل في 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 عديد الاشياء لكن بالمنطقي ومن العقل السليم مهما كان نظام الحكم كانوا نهضه واللي كان نداء في الحكم لو كانت نداء في الحكم وجات النهضه قالت لهم لا راكم غلطتوا اي قوموا واخرجوا حد نداء كان بس كبش من الكرسي واي حزب اخر يعني مش منطق يعني فلذلك كان الحوار من الاول ما كان عندوش نسبه النجاح انا كنت اعتقد من النوم الاول نسبه النجاح ضعيفه وضعيفه جدا حتى اللقاءات الثنائيه اللي قامت ما بين الشيخ راشد الغنوشي وباجي قائد السبسي اعتقد انها ما هيش هيك الاشياء اللي كانت تعطيك فكره انه ممكن يوصلوا للنتيجه انه كانت لقاءات ثنائيه ما فما اجندات جانبيه انا ما نقولش اجندات جانبيه هما كانهم كانوا يحاولوا يسعوا باش يلقاو حل لكن في الاخير كل واحد عنده القواعد نتاعو كل واحد عنده التركيبه السياسيه نتاعو ومكتبه السياسي نتاعو ومجلس الشورى في النهضه ومكتب السياسي واللجنه الموسعه لنداء تونس وكلها ناس عندها افكار ما تنساش ان نداء تونس راهو ماهوش حزب اوموجين متكامل يعني في اطراف سياسيه من ناس من اليسار وناس من النظام السابق ومخلط كيف كيف نداءات النهضه النهضه فيه ناس معتدين وفيه ناس من الصقور كما يوصفوا فيهم يعني في الاخير ثم قاعده شعبيه لكل حزب وقاعده سياسيه لكل حزب والقواعد هذه صعب انها الان في الظرف الحالي تلتقي في مكان معين ولذلك النقاش هذا او الحوار هذا من لو مرر كان مقاله اعتقد انا كنت اعتقد انه كان مقاله الفشل لانه الباز اللي خارجين منها المنطلقات اللي خارجين منها هي منطلقات غالطه لان المنطلقات اللي خارجه منها الحوار هذه مش مصلحه تونس من الناس مش قاعده تحكي شنو نحبوا نعملوا لتونس قاعدين نحكي وشكون يحكم انا مش كنا مش شكون يحكم احنا كنا كيفاش تحكم يعني حتى تو المعارضه لما الان اللي جايه تقول نحبوا نبدل الحكم من حقها باش تطلب ان تغيير الحكم هذا حق شرعي حق مضمون في القوانين العالميه والدساتير العالميه وبالديمقراطيه ومنطق سليم جدا لكن شنو تحب تعمل من بعد شنو هي الاجنده نتاعك من بعد وين تحب تهز تونس من بعد لانه الان الناس كنا نحكيوا ازمه اقتصاديه ازمه اقتصاديه ازمه اقتصاديه اي ما هو الحل شنو هو البديل البديل نبدل الحكومه باهي هالحكومه شكون هي وش باش تعمل يعني هل المنطق الان انه نقولوا نبدل الحكومه في اربع شهور باش نطلعوا من الدينار كان الاورو كان بزوز و200 مش يولي بزوز
خاطر نبدلوا رئيس حكومة، ثم خدمة تخدم، شنو هي الخدمة اللي خدموها؟ حد ما يعرف. يعني الإشكالية الآن إنه نحكيو في أشياء بدون محتوى، يعني يحبوا نغيروا حكومة وكهو. من منطق تطلب تغيير الحكومة لكن وش بعده؟ هذا هو السؤال اللي احنا حتى التونسي مش فاهمه حتى. وعلى ذلك كما قال اسكندر، يعني الناس على الأمر تعاطفت مع المعارضة وهبطت الشارع ونادات، وخاصة بعد الفاجعة الكبيرة بتاع اغتيال عمر زي البراهمي. طبعا الناس مفجوعة والناس خافت على تونس وخافت على مستقبل البلاد وهبطت للشارع. لكن بمرور الأيام الناس تعبت، ما لقتش بديل. يعني هل البديل باش يكون الشارع؟ ها هو هنا السؤال الصعب. جربنا الشارع وما ظنناش به النتيجه، نعاود نجربوا الشارع مره اخرى تو بطرق اخرى بسبب اخرى. هو تنجيوها التجيش الشارع هذا وين نجم نوصل بها؟ خاطر الاتحاد عنده راي اخر، الاتحاد مواصل انه ينزل او يعتمد على قوه الشارع التونسي، في قال هو يكون الفيصل طول الفتره هذه. لو فرضنا انه فما حكومه، لازم تكون يعني حكومه تو جديده تنتقل بنا الى الانتخابات، تستكمل الدستور وغيره وغيره وغيره، شنو هي ملامح الحكومه اللي تنجم تكون تقود المرحله هذه؟ احنا بالنسبه لنا في تيار المحبه قلنا من الاول وكنا واضحين، هذا غلط، هذا مفهوم تاع تجي حكومه توصلنا للانتخابات، هذا مفهوم غلط. احنا في ازمه سياسيه، ومش من نهار تغتيال محمد ابراهيم، ومش من نهار تغتيال شكر بلايد الله يرحمه مزوز، ومش من نهار تغتيال معناتها جنودنا في الشعب. لا، الامر هذا منذ البدايه، لان جات حكومه حكمت بعد الثوره بدون برنامج يليق بالثورة هذه، وبناس مش قادرين انهم يطبقوا لو مينيموم، انهم يعطيوا التوانسه لو مينيموم. دونك نحن عندنا ثلاثة خيارات. انه الحوار هذا ينجح، هذه صعيب، لكن بتنازلات، والتنازلات ذاتها صعبة جدا على كل الأطراف، ننجحوا الحوار هذا ونجيبوا ناس نوهم نحاولوا. على خاطر فماش تنازلات اسكندر؟ ما نجموش نقدموا تنازلات. صعيب انه ينجح الحوار هذا. صعيب ينجح، لانه مجيء التنازلات تكون مؤلمه جدا. مثلا حركه النهضه لما تسلم الحكم وتسلم كل شيء، ونجيو نلقاو الناس اللي هل تكنوقراط، ماهمش تكنوقراط، هما مش يمثلوا احزاب، مش يكون بالمحاصصه على الطريقه اللبنانيه ما عادش كيفاش. هل انصارهم شغفروا الامر هذا؟ ما نتصورش. انت انصار المعارضه هل مشغفروا يعني للجمهوري وللمسار ونداء تونس انه المجلس التاسيسي ممكن رجع استمر بعد ما وعدوهم انهم يحلوه، وكان رهانهم الاساسي حل المجلس؟ هل مشغفروا لهم هذا؟ ولما يقاو انه ما زالت حركه النهضه مسيطر من خلال انه تحول من النظام كما موجود توا الى نظام مجلسي حقيقي كما انتخبوه الناس عام نهار 23 اكتوبر، هل مشغفروا لهم؟ هاي النهضه يقول لك ما زالت تحكم، مش هذا اللي خرجنا عليه؟ دونك عندنا ثلاث خيارات، انه الناس كل تقدم تنازلات مؤلمه وهذا الحوار. عندنا الحوار نتاع الشيخين، انه الديمقراطيه في تونس تقتصر على شيخين، يجي الشيخ راشد مع سلباجي قال السبسي يتقابلوا يقرروا كيفاش نحن الزوز معناتها نخرج معناتها نقدموا تنازلات لبعضنا، تكون ممكن ثم تحالف استراتيجي بعد الانتخابات ويجي نعديوا هالكريز هذا ونبعدوا بقيه الاحزاب هنا ونتخلى عن شركاء المؤتمر والتكتل وباش يكون ما تحصلش برشا في النقطه هذه، خاطر من بعد عندنا باش نحكيوا على هذا الحوار. نحكي لك في ثلاثه سبل اللي عندنا، وعندنا الخيار الافضل بالنسبه لي لتصورنا. كنت نحن في تيار محبه نقولوا الحل الان في الازمه ان نعود الى الشعب. في كل الديمقراطيات لما تصير ازمه سياسيه حقيقيه، وهذا ما نعانيه اليوم، ثم ازمه سياسيه حقيقيه، شنو ابعادها؟ انعدام الثقه. دونك عندك ازمه، وعندك انعدام ثقه بين السياسيين وبين السياسيين والشعب. دونك ما عندناش مفر في الدول الديمقراطيه، في فرنسا ولا حتى دول شبه ديمقراطيه. ازمه كبيره كما هذه ما يحلها الا انتخابات مبكره او استفتاء. ينجم يكون اليه الاستفتاء كيفاش؟ نجيو للشعب تحب المجلس هذا نمدوا له 6 اشهر، خلي يكمل مهامه التاسيسيه لفتره 6 اشهر، ما تطولش اكثر من هكا. بعد ذلك يقدم لنا دستور وتجي انتخابات بعد 6 اشهر مع انتهاء الاشغال المجلس هذا. ولا نحلوه وننتخب تجر انتخابات برلمان هو اللي يكمل الدستور هذا ويكمل المسار بتاع الانتقال الديمقراطي، اما باش يكون منتخب، اما هذا نغيبوا الشعب، نغيبوه الكل ونجيبوا نخبه. قال شنو هو؟ خبراء هاو باش يكتبوا لكم دستوركم، هاو باش يقرروا لكم شنو تعمل. يعني هذه المصادره نتاع اخر مكسب للثوره هذه. ديما الشعب ينوب راه عبيد ولا ينوب يختارهم، يختار عبيد. هل قاعد يجرى الان هو اختيار من الشعب؟ هو مصادر حق الشعب في الاختيار.
لما يجي نقول نحن لينا احزاب سياسيه يعني بكل وقاحه ويجي وتقول لك عندنا الحلول، شنو الحلول؟ عندنا خبراء مش نجيبوهم يكتبوا الدستور، وعندنا ناس باش نجيو نحطوهم في الحكومه، وعندنا ناس والشعب وينه؟ يعني هذا الشعب اللي من هذه الثوره، خلينا نحكي بصراحه بكل وضوح، ما دام جبت طيار بحب انا نحكي بطريقه واضحه. لا لا نحكي ونحكي لهنا يقول لك احنا مختارين من الشعب، مناوبنا الشعب، وهذاك علاش عطى ثقته فينا. شكون المختارين؟ اللي يقول الكلام هذا المعارضه مثلا. ماهوش مختارين، نداء تونس ما شاركش في الانتخابات. جبهه شعبيه فيها حزب العمال بثلاثه مقاعد والوطن بمقعد، مين مختارين من الشعب؟ من اغلبيه يحكيوا. يعني دونك لازم نرجعوا للشعب. هذا هو بكل وضوح اللي قاعد يجرى الان مصادره. يا شعب ظهور جاهل ما تعرفش تختار، دونك نحن باش نختاروا لكم نقول لك هذا هو المسار بلغه اخرى او بطريقه اخرى. الناس هذو ما عندهمش ثقه في ثقه لهم الشعبي بطريقه اخرى بطريقه واضحه جدا. بس حسموا الملف هذا انه الناس هذه نحن نعرفوا من نتيجه الثوره الله غالب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والامني الامور تدهورت كلها. شعبنا في تونس عنده مكسب واحد انه هذا الشعب يختار شكون يحكم. جاءوا هالنخب السياسيه هذه قالت حتى هذا كثير عليه، نصادروا له الحق هذا ونعطيوا له خريطه الطريق ونعملوا له نعملوا له نعملوا له. هذا شعب جاهل ما ينجمش يختار، نحن نختاروا له ونعملوا. دونك المكسب اللي الشعوب خسرت عليه دم يعني معناتها راهو مش شويه، راهو انه الشعب يختار ويعمل انتخابات ويختار شكون يحكم وشكون يحط في المعارض، هذا كذلك صادروه له. شنو كسب شعبنا من الثوره؟ اذا تحكي على الثوره المضاده والالتفاف على الثوره هذا هو، لانه الامور الاقتصاديه والاجتماعيه قد تعوض بناس اخرين حكومه اخرى، لكن انه حتى الاختيار تاع شكون يمثلنا وشكون يحكمنا نصادروه له باسم الوفاق هذا التفاف. دونك الحل الافضل بالنسبه لي محب قلنا خلينا نعودوا الى الشعب. خسرنا شهرين ما قلت لي ولا شهرين لان في ازمه ومش نقصوا شهر اخر واضح. الثلاثة اشهر هذو كنا نجموا نعملوا الاستفتاء وكنا نجموا كل مجهود الدوله يسخر باش نعملوا حتى انتخابات وتشريعيه مبكره. دونك مش مشكله وقت، هاو بين بالكشف عنا الوقت وان البلاد تستحمل شهرين ولا ثلاثه باش تجري انتخابات بكر. الازمه الحقيقيه انه ثم نخب سياسيه فاشله على مستوى التعبئه السياسيه، ما عندهاش ثقه في الشعب، ما عندهاش ثقه في شعبيتها، ما تحبش تخرج من المشهد هكذا فتقول لك اجي نعملوا المناوره نتاع حكومه كفاءات او تكنوقراط خلت تكسبنا عام مش نقعدوا في المشهد عام اخر غصبا على هذا الشعب. هذه هي رؤيه في تيار محب، ونراو انه الافضل هو العوده الى الشعب في ازمه سياسيه، عوده الى الشعب. خلي اختار اللي تستاهل على الشعب. سياسي غازي الشرعيه، الشرعيه اللي تو ما عادش نفهموها شنو مفهوم الشرعيه في 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 تونس. معناتها الحكومه والترويكا تقول لك نحن عندنا شرعيه الانتخاب، والمعارضه والناس اللي شاده شارع تقول لك نحن عندنا شرعيه الشارع وشرعيه الشعب وكلمه الشعب. كيفاش نجموا نفهموا مفهوم الشرعيه؟ شوف ثم حد عنده يملك الشارع ولا واحد يملك الشارع، كما جربنا في كما قال اسكندر وصارت اخيرا في الاعتصام بعد اغتيال الشهيد البرامي انه المعارضه هبطت شارع في باردو والذهبي هبطت شارع في القصبه ومدينة في حرب ارقام، واحد يقول عندي 5000 واحد يقول عندي 4000، ويعني وجب غدوه يصير نفس الشيء وغدوه لازم يصير نفس الشيء وغدوه يهبطوا ناس اخرين وكل واحد بلغه الشارع. ثم حتى حاجه نثبت الشرعيه الا الانتخابات. احنا انتخابات واحنا الان انا ما شطرش اسكندر انه لازم انتخابات الان، لكن احنا عندنا انتخابات الان صايره، عندنا المجلس التاسيسي منتخب ما عليه اللي يكمل مهامه. تقول لي هل لابد انه نعملوا له اجنده ونعمل اجنده موضوع قبل النقاش، لكن عندك الان مجلس تاسيسي هو انتخب الشعب لابد انه يكمل مهامه في اسرع وقت ممكن. كيفاش؟ هذا موضوع قابل للنقاش، انه كيفاش نكملوا المهام تاع المجلس التاسيسي، في شنو الاجال، كيفاش نكملوا، شنو الاولويات تاع المجلس، هذا موضوع نناقشوا فيه في حتى اشكاليه، لكن انه نجي واحنا اليوم نقولوا عندنا مجلس تاسيسي منتخب وعنده مهام مرتبة به، يجي يقولوا لا نسكروه هذا ما حشاشنا به، هذه هي اللي هذا اللي مش منطقي، مش معقول يعني، مش يعني غير منطقي انك عندك ناس منتخبين مهما كانت نتائج الانتخابات، يعني انت ماكش راضي بها الانتخابات موضوع اخر، انت الان ما عليك انك في الشهرين هذوما ثلاث شهور اللي مازالوا انك تخدم على الارض وتحاول تحضر برامجك الانتخابيه وتحاول تحضر قواعدك، ثم انتخابات جايه وتخدم عليها، من حقك باش تعارض، مش حق باش تقول ان الحكومه هذه فشلت، الحكومه فشلت، هذا حتى حد بيختلف ان الحكومه فشلت، لكن فشل الحكومة هل هو مسؤولية المجلس التأسيسي أو مسؤولية الحكومة؟ المشكلة توا فشل الحكومة يوكل للمجلس التأسيسي، أي مسؤولية للحكومة؟ منهم تخبر لكم باش تعملوا دستور ومنها أنتم تتحملوا الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، يعني حتى المجلس التأسيسي حتى المجلس التأسيسي في أعماله فيه برشا أخطاء، يعني الأخطاء تتحمل منه حتى المعارضة أخطاء، يعني
الاكبر غلط عملها مش عملها مجلس السياسي، عملوها الناس مجلس السياسي، عملوها النواب وخاصه نواب النهضه، انهم زوروا اراده النواب في صياغه الدستور، هذه لا يختلف عليها اثنين. لكن من ناحيه اخرى زاد حتى المعارضه، كنشوفوا انت نسبه المشاركه في اللجان والمشاركه في الحضور، شكون كان غايب؟ المعارضه كانت غايبه بالارقام، هذه معناتها مش ابتكارات واللي ادعاءات، بالارقام انه كانت نواب النهضه ونواب بعض الاحزاب الاخرى وكانوا حاضرين. المعارضه تعلل غيابها انه وجودها او حضورها كان كيف معناتها انه الترويكا او حركه النهضه كانت تمرر القرارات معناتها هكاك ما غير ما تاخذ راي المعارضه او حتى تاخذ بتصويت الاغلبيه، وهذاك علاش المعارضه تقول لك انا لن اتواجد في مناخ غير ديمقراطي. هيك هي الانتخابات، هذيك هي لعبه الانتخابات، اني لما ربحت الانتخابات باش نحكم وانت جيت اقليه باش تعارض، والمعارضه مش بشرط هي انك تعيط برك، المعارضه تعطي اقتراحات بديله. انا ما سمعتش في المعارضه، اغلب المعارضه اقل تقدير اعطت بدائل على مشاريع قوانين قدمتها النهضه اللي قدمتها الترويكا، يعني كنا نقولوا لا كانوا يقولوا لا وكو، مش حاجه بعد المعارضه البناء ما عندناش في تونس، عندنا كاش معارضه لا، معارضه ما نساعدنيش، معارضه ما يعجبنيش باهي هذاك، لكن واش بعده؟ قال لك واتس نيكس، شنو باش نعملوا من بعد؟ هيك هي الاشكاليه، انه احنا مازلنا نحكموا من ناحيتين، من ناحيه المعارضه كما من ناحيه التراكم، مازالت الناس الطبقه السياسيه للاسف الشديد في تونس مازالت تحكم ومازالت حتى تمارس في السياسه علنا بعقليه المعارضه نتاع ايام برقيوه وايام بن عليلي، وكان عايش في السريه وعايش متخبي ويحكي يكتب في الجرائد الاجنبيه ويكتب في الساكته، مازالت العقليه هذيك مسيطره علينا وعقليه المؤامره وعقليه هذاك راني مش معايا راهو ضدي، للاسف مازالت موجوده. يعني هذيك هي الاشكاليه، ما عندنا مزدناش مصلناش لدرجة مرحلة في تونس الآن إنه نتعاملوا بين بعضنا كسياسيين كأحزاب عندها وجود وعندها قواعد وثم انتخابات تفصل بيناتنا، لا الآن مزلنا نخموا بمنطق لازم كنت يا معايا يا ضدي، ومنطق لازم نحيك من البلاصة ونجينا في بلاستك. المنطق هذا راه منطق مدمر، منطق ما يبنيش لديمقراطيه، ما يأسس لديمقراطيه طويله الامد. ما عندكش باش يقول لك باش يصير مثلا نمشيو مثلا نقولوا تو مثلا الحوار هذا المبادره هذه تنجح والنهضه قدوه تخرج من الحكم وتجي حكومه تكنوقراط والحكومه اي حكومه اخرى، وبعد سيدي تصير انتخابات وتطلع المعارضه هي اللي تنجح، النداء والجبهه والتكتل هذا كله ينجح، قدوه تجيك النهضه والطريق يقول لك لا يا اخوي ما ساعدنيش، تولي تقلب الصورة تولي هي في المعارضة، كل اللي نحضر الشارع يقولوا لا هذه ما ساعدتنيش، ويبدلوا نعمل حكومة جديدة، حكومة فشلت يخليوا يعطيوها عام عامين يعملوا لها سابوتاج، سهلة راهي العملية مش صعيبة ياسر، يعملوا لها سابوتاج، أبغى كل الشارع يقول لك لا سيدي ما عادش نحتاج مشاريع الصندوق. نحن عملنا ديفينيسيون جديدة، سامحني سي غازية والله معناتها كلام خاطر صحيح، هذاك هو عملنا ديفينيسيون جديدة في السياسة في العالم الكل، مفهوم جديد، شنو ديمقراطية الباندي؟ ما نجمش، الشعب أعطاك ثلاثة مقاعد خمسة مقاعد، شنعمل؟ نخلق الفوضى، جيب معناتها ناس نسكر كياس، نلقى ناس معناتها تحتج على امور اجتماعيه اقتصاديه، قص الماء قص الضوء، معناتها ماشي المطالب الاجتماعيه والمطلبيه هذا امر عادي وشيء، لكن انك تجي تركب على هذا ناس مسكره طريق تجي تسنده، هذاك خارق القانون، انت مقعود ممكن توصل الحكم، انت وين المسؤولين؟ ناس يعني مسكره الطريق وتجي تسندهم في تسكير الطريق، سندهم في المطالب انك توصل مطالبهم، انك تحاول تحكي عليهم كممثل للشعب على الجهه هذيك او حتى كممثل للشعب ككل، حتى ماكش نايب بالجهه هذيك احكي ثم مشكله هنا، تحاول تفرض انه لقاءات مع الوزير المسؤول على المشكل هذا، اما تزيد سندهم في تسكير الطريق هذه معارضتنا. تلوج على الازمه، ثم معارض نوع من المعارضه في تونس يتفرهد كي ثم ازمه نتاع سياسيين نتاع تسكير الطريق، يسكروا الطريق يجيبوا دربوات وينتظروا جيش تلفزه تصورهم ها كل سنين احنا هنا موجودين، هذه معارضه وتحب تحكم تونس. إيه لكن شوف راهو هنا الازمه المشكله هذه شكون تحمل مسؤوليتها؟ تحمل مسؤوليتها الحكومه راهو. الفشل نتاعها وصلها للشكل. الحكومه هي اللي تحمل المسؤوليه لان هي في الحقيقه حكومه فاشله، حكومه غير قادره، خلينا نقولها على كل المستويات. حكومه فاشله، حكومه غير قادره، فبطبيعه المعارضه بتستغل الفرص هذه باش تحاول تركب على الاحداث هذه وتحاول تظهر اللي هي ممكن منقذ البلاد، لكن انا قناعتي الشخصيه انه الطرفين غير قادرين بالطريقه هذه، مش هما كاشخاص، بطريقه التفكير هذه، ممكن يغيروا طريقه التفكير وطريقه عمله ممكن نلقاو حل، لكن بطريقه التفكير هذه وبطريقه العمل هذه بطريقه السابوتاج هذه سابوتي الاخر وسابوتي في الاخر راهو يتكرهزوا ما نمشيوش لقدام، راهي البلاد ما عادش تستحمل الوضعيه هذه، لا الوضع الاقتصادي يستحمل، الوضع الاجتماعي يستحمل، ولا حتى شيء في البلاد هذه قادر يستحمل المناكفات هذه وشدال الاحبال مش من اليمين ومن اليسار. الاشكال الكبير في تونس انه احنا عندنا نخب
سياسية، مش سياسية، مش عندها نخب سياسية عندها حتى جرام تفكر في مصلحه البلاد بكل صراحه. زاد اغلبيه مش نعموش يعني مجموعه كبيره من النخب السياسيه على اليمين وعلى اليسار في الحكم وفي المعارضه ما هياش قاعده تفكر بمنطق سليم اللي يخلي البلاد تخرج من ازمه بتاعها السياسيه والاقتصاديه. طيب معنا عبر الهاتف سي عبد اللطيف المكي عضو مجلس الشورى لحركه النهضه. اهلا وسهلا بك سي عبد اللطيف. الو سي عبد اللطيف تسمع فينا؟ ألو مساء الخير. سي عبد اللطيف زملائي في البث احنا ما حناش نسمع فيه سي عبد اللطيف لو تسمحوا نعاودوا الاتصال بسي عبد اللطيف المكي. نعاود الاتصال بسي عبد اللطيف المكي. احنا جينا للحكومه هذه موقعها في توا قراراتها وموقعها توا في من 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 الندوه الصحفيه اللي صارت منذ يومين. سي الحسين العباسي قال انه الحكومه هذه تناور من غدوة البيان بتاع حركة النهضة، قالت أنه استغربت كيفاش الموقف هذا أطلق عليها كيفاش وصفت بالمناورات، وقالت اللي هي تنتظر بالعكس يعني هي تنتظر في تحديد معناتها موعد بداية الحوار وراعها معناتها موقف الاتحاد. ولهنا وصلنا في التشكيك في المنظمات الراعية هذه للحوار، هل هي حقيقة يعني دخلت في مجال أو منحة آخر تحالفت مع المعارضة وتحالفت مع جبهة الإنقاذ اللي ولات توا نفس المصالح تصب في قناة واحدة حركة النهضة؟ لهنا ما احناش فاهمين الموقف حتى للشارع التونسي وخيبة ظن التونسيين في النخبة نتاعو السياسية حقا، ولينا نشوفوها بعد يعني ندوة صحفية تقول كلام والبيان أو الندوة الصحفية اللي موجودة تعاود كلام آخر، ما عرفناش وين الحق وين الحقيقة اللي موجودة اللي نجموا نعتمدوا عليها. هل باش نوصل الانتخابات؟ هل باش نكملوا دستورنا؟ هل فما حكومة جديدة ولا لا؟ معناتها برشا تباينات في المواقف اللي خلتنا حقيقة في ضبابية مطلقة. شوف من ناحية أنه مش توصل الانتخابات، توصل الانتخابات هذا قدرنا، لا بد أن نوصل الانتخابات إن شاء الله في أقرب الأوقات، إن شاء الله ما نكملوش 2014 من الانتخابات إن شاء الله أمل. وأنا أعتقد أنه ثم قوة حية في البلاد هذه، قوة شبابية في البلاد هذه قادرة تفرض إرادتها وتفرض الانتخابات كما فرضتها في 14 جانفي أنه بن علي خرج وهرب، كما قادر الشعب التونسي قادر يفرض انتخابات، يفرض انتخابات شفافه وتطلع طبقه سياسيه جديده معبره، مهما نجم تكون نهضه نجم تكون نداء لكن هي طبقه معبره على اراده الشعب، وهذا اذا كان السياسي ما فهموش الشعب تو يفهم. كما وصل في 14 جانفي خرج وفهم النظام السابق انه لا مكان له، الشعب قادر يخرج مره اخرى، يمكن مش الشهر الجاي ومش يمكن مش الجمعه الجايه، واكيد مش باش يخرجوا لا نداء ولا يخرجوه النهضه، لان الشعب وحده قادر يخرج في يوم من الايام ويعبر على ارادته، لانه في الاخير هذه ثوره شباب، والشباب هذا الان مغيب تماما. انت كتشوف الان الطبقه السياسيه الكل في تونس معدل الاعمار كله 70 سنه. تونس راهي 59% من الشعب التونسي عمره تحت ال 20 سنه، تحت 25 سنه، غير منطقي غير معقول انه ناس ما تعرفش تكتب حتى ميل تحكم في شباب الان يلعب بالبلاي مش بالبلاي ستيشن عمره عميق. يعني غريب جدا العمليه. على خاطر سي عبد اللطيف المكي عاودنا تحصلنا عليه عبر الهاتف، اهلا وسهلا بك سي عبد اللطيف. اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا بك سي عبد اللطيف. في الندوة الصحفية للمنظمات الراعية للحوار قال سي حسين العباسي أنه حركة النهضة تقوم بالمناورات وتحاول ربح للوقت، من بعد فما بيان نزل من حركة النهضة وندوة صحفية استنكرتم موقف حسين العباسي، ما هو موقفكم حقا من الحوار هذا؟ شنو موقع حركة النهضة في الفترة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موقفنا مبدئي واخلاقي من الحوار، راوا ان الحوار في كل الاوقات سواء كان وقت الازمات او الاوقات العاديه هو الوسيله اللي باش تمكن التوانسه باش يفهموا بعضهم وباش يستفيدوا من افكار بعضهم وراء بعضهم، لانه ما بيناتنا امانه مشتركه هي قياده البلاد الى مزيد من التقدم الى نظام الديمقراطي. لو تسمحوا زملائي في البث انه يقوينا شويه في الصوت على خاطر سي عبد اللطيف ما حناش نسمعوا في صوته كما ينبغي في الاستوديو. نعم قلت اذا انه موقفنا من الحوار الحالي احنا موقفنا ايجابي وصادقين وجادين كترويكا وكنهضه لانجاحه
وهذاك علاش قاعدين يتعاملوا معاه بالصراحة والوضوح، لأنه إذا نحبوا الحوار ينجح ويؤتي الوكل متاعه ما يلزمش تكون فيه نوايا مخفية أو أهداف مخفية أو تكون فيه لغة متاع مجاملة متطرحش الإشكالات الحقيقية. أعتقد أنه ندوة صحفية الإجراءات نهار السبت يعني فاجأت الجميع معناها في ترويكا، وأنه بعض اللغة اللي سبقتها من أفراد اللي يقولوا اللي ظفر الحكم وكذا بعدين قريناها قراءة ثانية يعني الأمر حسن من قبل، لكن على كل دائما احنا نسبقوا حسن النية ونسبقوا الخير رغم رفضنا معناها للكلام الإملائي الكلام يعني الاستعلائي الكلام الغير موضوعي اللي بصدر على الأستاذ عبد الستار بن موسى، فإنه معناها بقية الخطاب اللي في الندوة يعني كما يقولوا فيها جراح وداوة. الآن مش وقت تلاوم ولا أي شيء آخر، الآن هو وقت لمحاولة نجاح الحوار. حللنا ليش الخطاب المفاجئ إلى غير ذلك، باش إذا ثم حاجة من ناحيتنا فعلا نعالجوها، وإذا ثم حاجة من ناحيتهم يعالجوها. بقينا ربما الجملة هذيك اللي تحكي عن الحكومة وبرامجها وأعضائها قد تكون فيها لبس أو سيء الفهم تاعها، وكانت تريد حكومة يعني مقيدة الصلاحيات أي أقل مما يعطيها القانون وأكد منظم السلطات. قاعد الآن يعني نوضحوا في هذا وحدثنا في الطريقة زدنا أكدنا يعني موقفنا الأحنا مساندين الحوار، وإن شاء الله يعني المنظمات هذه تستطيع أن حقيقة تنقذ كل هذا الجهد المشترك اللي بذلناه جهد فيه معاناة في المرحلة الأولى من الحوار، وتطلق الحوار الجماعي اللي بالتأكيد سيتناول يعني كل ما لم يقع التناول متاعه ونوصل فيه إلى نتائج ملموسة إذا كان سلمنا جميعا بأنه يلزمنا انتخابات قريبة خلال أشهر قليلة، لأن البلاد يلزمها مؤسسات دائمة وقارة. وأعتقد أنه منسوب التفاعل جيد اليوم في البلاد، وأنه استطاع أن يتغلب على لغة الضغط اللي هي لغة مرفوضة في عالم السياسة ولن تؤتي أكلها أبدا، حتى إذا كان الجائلة أصحابها لن تؤتي أكلها أبدا، لأن ما ناس قاعدين ندافع على قضايا حزبية وإلا مصالح شخصية، احنا ندافع على حل ينقذ البلاد، وأعتقد أن اقتربنا منه. إذا كان خلينا جانبا كل ما هو كلام وكلمة الفوق وكلمة اللوط إلى غير ذلك، السياسي هو اللي يذهب إلى المضامين وإلى الأهداف. في بيانكم قلت أنكم تطلبوا هدنة سياسية اجتماعية وإعلامية، في نفس الوقت قال سي حسين العباسي أنه سيحتكم إلى الشارع وإلى العصيان المدني. الهدنة هذه إلى أين، والعصيان المدني كيفاش باش تعالجوا أو كيفاش تتعاملوا معاه؟ هو الأمين العام اتحاد شغل سي حسين أنه قال احنا ما دعيناش إلى إضرابات وإلى غير ذلك، رغم اللي كان باين في بعض الخطاب الدعوة إلى وهذا القرار مشات فيه الإدارية اجتماعات أو مسيرات إلى غير ذلك. هذا طبعا مش يأثر على الوضع العام في البلاد، وبطبيعة الكثير من مش عامل مسيرات مش عاملوها في أوقات العمل وغدر العمل. المفيد أن احنا نقوله ما ثماش حل سياسي بدون سلم اجتماعي، واعتقد أنه لو توفرت السلم الاجتماعي في المرحلة السابقة ربما الوضع الاقتصادي كان يكون معناها أفضل، وأعتقد أنه سيكون يعني سهل الوصول إلى سلم اجتماعي، لأنه مش معقول المنظمات يعني تدعو إلى حل سياسي وهي ما تشاركش في تمويل بين ظفرين في تمويل هذا الحل السياسي، وذلك بإيجاد سلم اجتماعي باش المناخات العامة في البلاد تعاون على حل المشكلة الاقتصادي وعلى بث الطمأنينة وعلى تقدم بثبات إلى الانتخابات. فأعتقد أن هذا بإذن الله في المتناول إذا كانت قدمنا على الحل السياسي. طيب شكرا لك سي عبد اللطيف المكي عضو مجلس الشورى لحركة النهضة. الحل هو حل سياسي، سلم اجتماعي بالأساس أو سلم اجتماعي بالأساس، قال سي عبد اللطيف المكي. وقال احنا ماحناش في مناورات، بالعكس احنا تفاجأنا بموقف السي حسين العباسي وموقف كذلك الأطراف المنظمات الراعية للحوار. علاش توا ولينا نوصلوا لمرحلة أنه
ما عادش نفهموا شكون منظمات راعية الحوار اللي مفروض انها عندها الحيادية المطلقة انها ماهيش متحزبة تقوم ب يعني تصريحات كيما هكا. وكيف كيف ضبابية اللي ولينا نشوف فيها نفس هو تقريبا السؤال، لكن باش يجيك لك انت سي اسكندر. اي احنا في حاجة سلم اجتماعي، لكن سلم اجتماعي الشعب التونسي يعني ماهوش في حرب اهلية، لا عندنا مشاكل طائفية، لا عندنا مشاكل نتاع روشات، لا ما عندناش ازمات. الشعب لاباس عليه، ثم مشكلة تاع السلم سياسي ولا معاش بالاحزاب، الشعب غير معني بالازمات هذه. والدليل انه تاركهم كله باتحاد شغل نتاعهم بمعارض بجزء معارض، لانه احنا في المعارض تاع المحبه نحبوا نكره في المعارضه، فهمت؟ والاحزاب اللي تمثل الحكومه، فهمت؟ السلم الاجتماعي كذلك يتحقق بامور اجتماعيه، معناتها امور تاع اقتصاديه. هذا كيفاش تحقق السلم الاجتماعي؟ بامور يعني كيفاش تنميه اقتصاديه، التغطيه الصحيه، هذا هو اللي حقق السلم الاجتماعي. لكن عندنا أزمة سياسية. تقول لي أنت معناتها في حاجة للحل، في حاجة حل، وما عادش تنجم طول. سي عبد اللطيف قال الحل وشيك وإن شاء الله تو نشوفوا في معناتها أمل أو تفاؤل. هو غلط، هو غلط، هو غلط، الحل غلط هذا بتاع بالحوار ويجي نعينوا ويجي نختاروا ويجي هالأزمة هذه نتجاوزوها بطريقة تعيين. أنا قلت لك بانتخابات مباشرة كما يقول سي حسين العبليسي. قادرين أنه تو نوصل انتخابات؟ قادرين، أنا قادرين. هامش نقول لك حتى رأيك كيفاش تصير، ماهيش حاجة صعيبة، فهمت؟ كما يقول لك سي حسين العبليسي مش نحتكم للشارع والوقفات الاحتجاجية والإضرابات القطاعية. الدكتور محمد هاشم الحامدي قال لك لا نحتكم للشارع بانتخابات. بالانتخاب لا بالانقلاب. هل الامور انتهى الحوار وكل شيء؟ نرى فيه انقلاب على الشارع. اذا في مصر صار انقلاب عسكري، هل الحوار هذا اليه انقلابيه؟ انقلاب مدني يا سيدي. يا تحب توصفه هو انقلاب مدني. من بعد الشعب من هنا ويجي نحن منظمات المجتمع المدني نشوفوا كيفاش نقلبوا على إرادة الشعب. حط هك حط حركة النهضة في المرتبة الأولى، طيار محبة من حيث عدد الأصوات العريضة سابقا في المرتبة الثانية، المؤتمر في المرتبة الثالثة. لا لا هذا لا، نحن كمنظمات راعية الحوار نختار، قلنا نقعدوا أحزاب حتى بمقعدوا باثنين وأحزاب بشارك في الانتخابات وما نجم تاخل شيء ويجي نعملوا نقاو توليف آخر. يعني هذا مش انقلاب، انقلاب مدني. شحال توصفوا اخر؟ شنو توصيف اللي تنجم توصفوا اخر بخلاف هذا؟ هو انقلاب مدني. يحشموا ثم حزب حاشم باش تقول الحقيقه، هذا اسمه انقلاب مدني. ما عاد تنجمش توصفوا سياسيين حتى توصيف اخر. انقلاب مدني اللي صار في تونس، والناس الكل ساكته والناس الكل خايفه من بعضها وحاشم من بعضها. يا اخي الشعب غبي لدرجه هذه؟ ما هو فاهم راهو انقلاب مدني. اذا الشعب اختار الحزب هذا وهذا 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 وبعد ما يلقى شيء ويلقى ناس اخرى تحكم في بلاصتهم. من خلال اراده نتاع اطراف اللي تقول انت مدني ماهيش محايده. يعني اغزر لي لما انت تجي جزء من المعارض، لان كذلك ممثل المعارض، ويقول لك اخترنا التمترس وراء اتحاد الشغل. اتحاد الشغل هو اللي مثلنا في المعركه هذه، رانا فاشلين وماناش قادرين ندخلوها المعركه هذه ضد الحكومه، فوكلنا امورنا لاتحاد الشغل والمنظمات الراعيه هذه باش هو يدافع علينا. رانا فاشلين، معناش لا عندنا شعب معانا ولا عندنا فاهمين. فاهمين راهو الاحزاب هذه المنسحبه هذه راهي فاهمه ما معاها حتى حد. جربت التعب انادي وتوصلوا للتوانسه يا اخي، ما توصلوش في وسائل الاعلام يا اخي. ليله الاخرانيه اللي عملوا بها الوقفه الاحتجاجيه بتاعهم مش من تلفزه لتلفزه، وغدوا وخرجوا وغدوا وخرجوا في الاخر السلسله ما كملتش. يعملوا كل شيء يا اخي. لما تاكدوا من فشلهم مشاو المنظمات الراعيه هذه وتبثوا، قالوا نحن قابلين الاتحاد يمثلنا. ما قالوه الكلام هذا ولا؟ فكيفاش جيت تقول لي محايد اذا هو الاحزاب هذه معترفه؟ قالت لك الاتحاد هو اللي مش يفاوض باسمه. يعني هذه ناس فاشله قالت اقرت بفشلها وقالت نوكل الامر الاتحاد. ما هو لهنا يمكن ندخلوا في منطقه الحياديه، يقول لك احنا هم احزاب، ما همش احزاب معناتها منظمات. لا لا لا. هم افشل من انهم يقودوا انقلاب. باش يقودوا يا حصر بالشعب اللي معاهم ولا باش فمشيوا للاتحاد. الاتحاد كذلك من مصلحته اذا يقول لك في ناس وطنيين، فاش يقول لك؟ يقول لك في ازمه سياسيه حاده. نكونوا احنا خلينا احنا نعمل ستابيليزاسيون، نحن نفترضوا حسن النيه. نحن نفترضوا حسن النيه بين منظمات راهي لوتيكا منظمه الاعراف تقول لك الامور نحن تاع الناس نتاعنا يا اخي تعبت، ازمه سياسيه العام الاولى الثاني الثالث تاثرنا سيء يا اخي بحق. عندنا في ازمه اقتصاديه نحن راهو كذلك منظمه اتحاد الشغل تقول لك وضعيه نتاع الشغالين نتاعها تعبت وكل شيء والامور ما تنجمش تستمر كما هكا تاع حقوق الانسان كذلك. خلينا نفترضوا حسن النيه بيناتهم الكل. لكن باش نحكيو على حياد، ماهوش حياد اللي يحكي على حياد منظمه هذه، ماهوش حياد. المحايد هو اللي يجي بين الطرفين ويجمع بيناتهم ويحاول يشوف النقاط المشتركه. لكن الاتحاد قدم ورقه عمل وقال اجا وقع عليه، اكيد بعد الاصغاء لكلا طرفين، فهمتها؟ لكن مش تحكي على حياد، ما ثماش حياد.
ما ثميش يعني الى متى باش تقعدوا تروجوا في الوهم هذا ان المنظمات هذه كانت محايده؟ ما كانتش محايده، لكن ايش نقول لك حاجه، تحب نحكيوا على حل جذري؟ راهو باش تقعدوا في راهو تعرفوا قاعد يصير توا، كل ساعتين قاعدين ناجلوا في الازمه بو توا ما عندناش امكانيات باش ندخلوا في الصدام كل الاطراف، خل اجدوها المشكله هذه ثلاثة شهور ستة شهور اخرين. علاش وانت باش تعرف روحك تستيح في المشكله هذه يا اخي؟ تجوزها، ارجع للشعب، ترجعوا للتوانسه. علاش خايفين من الشعب؟ علاش كل الاحزاب خايفه من الشعب؟ يا اخي نحن كطيار محبه نتحمل مسؤوليتنا، ندخلوها الانتخابات. المره الفاتت جينا ثانية، خل نجيو حتى العشرين، ما دام الشعب اعطانا، ما دام الشعب اعطانا العشرين نقبلوا فرحانين. بقيه الاحزاب لازم تحمل مسؤوليات، ما اخطات حركه النهضه، خل نقولوها هنا بكل وضوح. فشلت في اختياراتك، خياراتك الاقتصاديه الاجتماعيه كل شيء، واجه الشعب وادخل الانتخابات. خير ما يعملوا عليك انقلاب غدوه. ما اذا استمرت الازمه كما هكا اربع او خمسه شهور اخرين، يا اخي ما ممكن يجي انقلاب عسكري جمل لا قدر الله. يرجع للشعب واخسرها معناتها الانتخابات يعني بطريقه معناتها واضحه وبطريقه كما تجري في العالم الكل، وممكن تراجع خيارات المعارضه، الجزء الكبير نتاع المعارضه هذا اللي اختار الانسحاب والتمترس وراء الاتحاد، فهمت؟ يواجه الشعب. انت تحب تأزل معناتها المواجهه حتى بينهم، المواجهه بين بعضهم والمواجهه بينهم وبين الشعب، لانهم عاجلا واجلا كما قال سي غازي ماشيين الانتخابات وباش تواجهوا الشعب. شو باش تقولوا؟ ما زلنا في الحلول، ما زلنا في حاجه تعمل فضيحه اللي في تونس. والله والله رانا اسمع، دخلنا في اخترعنا كل شيء في الديمقراطيه، يعني اخر دوله معناتها اذا قارنا ديمقراطيتنا باوروبا والشجره في افريقيا والشجره في اس، تاعهم متخلفين اكثر من افريقيا. في افريقيا واضحين يا سيدي بالسلاح يقتلوا بعض، واحنا ما نعرفش كيفاش بالتخاب ونجيبوا سفارات وكل حزب يدبر في سفاره يتمترس وراه، راهو رينا الفضايح. يعني ترضى انت كحزب سياسي وتحكي على نفسك وطني، تمشي تتمترس ورا سفاره الجزائر وتتمترس ورا سفاره امريكا وفرنسا والمانيا، ورينا قريب الموزمبيق تجي تتحكم في تونس والشعب من بعدوه، تيودي فضايح، تفضايح فضايح. لازم نفهموا الشيء هذا، امشيوا الانتخابات يهديكم واجهوه الشعب وخلي اللي يعطيكم الشعب. علاش خايفين من الشعب؟ علاش النخب نتاعنا جبان للدرجه هذه؟ واجه الشعب، فشلت واجه الشعب وخلي الشعب يسيد من يراه يستحق. هذه ازمتنا، عندنا نخبه جبانه خايفه من توجه الشعب، ونقولوها بحقيقه. باهي، الحوار قال سي اسكندر قال انه حوار هو انقلاب مدني، احنا توا المنظمات الراعيه للحوار وخاصه كذلك الترويكا وكيف كيف المعارضه كلهم قالوا انه ما يسالش نقعدوا تحت الحوار، لكن نتفاجئوا انه فما تجاذبات، كل واحد يقول انت انقلبت، انت تناور، انت تربح في الوقت كذا وكذا. نجموا نصنفوا انه توا لا سبيل للحوار؟ اعتقد انه ما عندناش حل للحوار، لكن الحوار عنده اصول، عنده مبادئ، عنده شروط. انه ندخلوا نقعدوا على طاوله الحوار بدون شروط مسبقه. الحوار اللي طرحته الرباعيه هذه هو حوار بشروط مسبقه، باجنده مضبوطه مسطره باليوم بالساعه باليوم، كيفاش باش نعمل وكيفاش نعمل. المشكله وين؟ المشكله انه الرباعيه هذه ما فسرتش للناس شنية النقاط الخلافيه اللي ما بين المعارضه والترويكا في ورقه الحوار، ورقه التفاهم اللي بتطرحها الاتحاد والرباعيه كل. نقطه الخلاف هو مشكله الحكومه والمجلس التاسيسي. اهم نقطه حسب اعتقادي انا هو هل المجلس التاسيسي بعد النهايه من صياغه الدستور والمصادقه عليه والتصويت عليه، هل المجلس التاسيسي سيبقى له سلطه ام مش يتحل؟ هو هنا اكبر مشكله، لانه اذا كان مش نوصلوا بعد ما نكملوا شهر، قالوا لازم شهر نكملوا فيه الدستور، اوكي ممكن، وبعد الشهر ايش باش نعملوا؟ الحكومه هذه مش تجي من بعد، الحكومه شكون عندها صلاحيات مطلقه؟ ما عندهاش مجلس يراقبها، ام هي حكومه تحت سلطه المجلس التاسيسي؟ ما هو هذه هي النقطه الخلافيه هذه، علاش ما نجوش نحكيوا مع الناس بكل وضوح وبكل صراحه؟ يعني هو حتى هذه هنا مش واضحه، احنا ديما حتى الاطراف المتحاوره او كمعارضه ولا ترويكا ولا حتى المنظمات الراعيه يقولوا انه باش نوصلوا للانتخابات ننتخبوا حكومه تخدم على روحها نكملوا دستورنا فقط، هذه ما جبدناهاش المجلس يبقى مهم جدا، مهم جدا. هم تو في 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 هذو ثلاثه نقاط الخلافيه اللي نحن نعرفوها. الورقه فيها معناتها خط بياني مسطر باليوم باليوم، يوم بعد اسبوع نعملوا كذا، بعد اسبوع نعملوا باسبوعين كذا، نعملوا كذا. به في نهايه المطاف بعد شهر او شهر واللي بعد خمسة اسابيع باش يكون انتهينا من صياغة التصويت على الدستور وكملنا ليزي وكملت المراحل الكل، والحكومه هذه بتبدا تشتغل. الحكومه هذه بتشتغل، هل تشتغل ترجع تشتغل كما كانت حكومه السبسي ومحمد الغنوشي بالمراسيم، واللي حكومه تشتغل تحت رقابه المجلس التاسيسي؟
هذا هو نقطة الخلاف الكبيرة جدا. إذا كان باش نمشيو أنا إذا كان باش نوصلوا حسب اللي فهمته أنا وحسب اللي فاهمينه أكثر من الناس اللي تتبع الأمور أنه الورقة هذه تدعو إلى حكومة تشتغل بدون لا رقيب ولا حسيب. هل المنطق بعد انتخابات بعد يعني عامين من الثورة نرجع خطوتين التالي نرجع سنتين التالي نرجع قبل 23 أكتوبر نرجع بحكومة تخدم وحدها وبه والحكومة هذيك مش تفهموا عليها الساعة قبل يقولوا بعد في أسبوع مش تفهموا على مش تفهموا على رئيس حكومة. الآن ما سمعنا حتى واحد من المعارضة أعطانا طرح أسماء ماهي ما في أسبوع. إذا كان غدوة نمشيو بس علينا غدوة باش نتفاهم وما كان نهار سبت الندوة الصحفية كانت لازم تكون في عوض راهو ما صار شيء كانت لازم تكون صارت حاجة ما كانت ممكن تصير كان جبنا نهار اثنين الحوار وعندنا أسبوع باش نتفاهم ولا رئيس حكومة. تمشي أسماء من الدولة الآن حتى في الإعلام احنا في تونس متخبى شيء يعني المفروض راهي الأسماء قاعدة تتداول ما سمعناش اسم والاثنين والثلاثة قاعدين يتداولوا يعني حكاية مهرة أسبوع باش نلقاو حل على رئيس حكومة يعني شبه من الخيال. يعني هي العمليه كلها عمليه نتاع اشرب لك السجاده سامحوني في الكلمه معناتها هذا موجود وكيف كيف حتى المشكله حتى في الترويكا حتى في العرض نتاعها عرض صحيح انه مش مناوره هو تهرب من تحمل المسؤوليه تهرب وتحمل المسؤوليه. انت سيدي انت كحكومه الان وكاغلبيه داخل المجلس التاسيسي علاش ما تطلعش للناس وتفسر للناس شنو هو العرض شنو هو الخيار البديل شنو هو الخيار البديل. اه سيدي المعارضه شده صحيح قالت لك مش حتى حل كان هكا وانت تقول مره نمشي معاهم مره ما نمشيوش معاهم مره الحكومه بعد ما نكملوا الدستور مره لا خلينا تو نبداو نحكيوا في الحكومه. يعني هالاخذ والرد هذا ما تطلعش انت تقعد تحكي الناس وتواجه الناس بالحقيقه مع العلم انه راهو قد يتحمل المسؤوليه اللي وصلنا له ما انت نتعداو كذا. يعني كلمه واحده الغريبه سمعتها من سي المكي يكون ثم منسوب من التفاؤل والله انا ماذا بيا وريت التفاؤل تاعوي سامحني يعني قول لي التفاؤل تاعوي موجود سياسيا وفوق مسدود اقتصاديا الله اعلم الناس كنت تعرف حاله اقتصاديه كيفانيه اجتماعيا امور احتقان يعني بها رب التفاؤل من يجيب فيه ما تسمحني معناته هو متفائل اللهم متفائل انه مش ياخذ الحكم موضوع اخر هذاك. يعني هو عنده في مخه تكتيك معين انه قاعد يناور وقاعد يربح في الوقت مش يحكم في الحكم ومن حقه مش يحكم راهو مش من حقه لكن مش تحكم بالطريقه هذه بالوضعيه السياسيه المتازمه الاقتصاديه المتازمه تكتيك هذا حرام زاد على الشعب بيسر عليه يعني حقيقه يعني التوانسه ما عادش يتحملوا يعني لابد نوصلوا للحل لكن الحل مش بالطرق هذه لازم حل بطرق حواريه لا جيد الحلول مداخلات بعض النواب في المجلس التأسيسي حول الوضع الراهن في البلاد في التقرير التالي نتفرجوا فيه وبعد نرجع. الطبقة السياسية في تونس ما زالت أصغر بكثير من الثورة وأهدافها. الطبقة السياسية لم تشارك في الثورة ولم تكن في مستوى الاقتدار على المشاركة في الثورة. وناهيك أن عندما فر بن علي الزعماء البارزين في تونس اللي هما سي مصطفى بن جعفر وسي نجيب الشابي وسي بن إبراهيم أول ما مشاو ياخذوا في بايهم من جثة نظام بن علي في الحكومة الأولى متاع الغنوشي. وعليه فأن هذه المعارضة ليست جديرة باش تتحمل مسؤولية الثورة لأن الثورة عندها أهداف أخرى. أين بناء الدولة الجديدة والنظام متاع الجمهورية الثانية اللي هو يقوم على المواطنة؟ لا أحد يفكر فيه. إذن هذه الطبقة السياسية غريبة عن تونس وغريبة عن الثورة. تم حوار من أجل الوضع الحكومي. أنا نشوف اللي بإذن الله كذلك ثم عراقيل تريد أن تعطل ولن تنجح إن شاء الله في عرقلة الحكومة الحالية ستمضي. وأنا مع أن المؤسسات الدستورية الرئاسات الثلاثة تمضي إلى أن تسلم البلاد إلى الانتخابات. كل حوار بين أطراف السياسية وكل وسطات إذا الغايتها طيبة هي مبدئيا مقبولة من أجل صنع وفاق يدعم الشرعية وليس يضربها. وجهات النظر قاعدة تقرب لبعضها وأن على مسافة قريبة جدا من انطلاق الحوار الوطني اللي يجمع الفرقة هذا من ناحية.
من ناحية ثانية نشوفوا اللي على مستوى المجلس الوطني التأسيسي عودة النشاط تدريجيا الجلسات العامة. أعتقد أنه ما نعيشه اليوم هو شيء طبيعي تعيشه كل البلاد في مرحلة انتقالية، لكن نأكده كذلك أنه في ظل المراحل الانتقالية تكثر الخلافات، في ظل المراحل الانتقالية يقوى التنافس بين الأحزاب وبين المجموعات وبين الجمعيات، في ظل المراحل الانتقالية يسعى كل طرف إلى المشاركة في صياغة مستقبل تونس، من حق كل طرف باش يبحث على التموقع وباش يبحث على الوصول إلى معناها أماكن القرار وموطنها، اللي نقولوا هذا أمر مشروع أو معقول أمر طبيعي وهذه هي الديمقراطية، ولكن نقول كذلك ما يلزمش الرغبة في المشاركة في الحياة العامة أو التنافس بين الأحزاب السياسية ينتقل من التنافس الطبيعي والمعقول في إطار التعدد والتنوع اللي تعيشه كل بلاد واللي يعيشه العالم واللي ربي بني عليه الكون. ربي سبحانه وتعالى اللي خلقنا وصورنا وأحسن تصويرنا، قال من شاف اليوم من شاف الأكفر، فما بالك بالبشر اللي نجم نفرض عليه. لا أنا عندي القدرة أو عندي الحق باش نفرض على غيري خيار أو موقف، لغيره كذلك عنده الحق. نختلفوا، نتنافسوا، نتعاونوا، نتباعدوا، نتقاربوا، نبديوا النظر، نحاولوا نوضع مصلحة بلادنا فوق الاعتبار. البوادر نشوف أنها إن شاء الله تكون بوادر باهية، أنه اليوم سمعنا نحن قلناها تافر بدينا الحكاية هذه من وقت اللي صارت الاستطاب الثنائي يعني، والمحاورات اللي صارت من باريس من بعد في الحمامات، البارحة سمعنا في جربة، دونك القطبين الكبار اللي كل حد متمسك برأيه من ناحية وكل نلقاو ثم تقارب، وهذا اللي حبيناه. ولكن دورنا توا كنواب ودورنا كمش تأسيسي سلطة شرعية، فأنا نستكمل هذا الحوار وإن شاء الله نعديه البلاد الخير وتعدى البلاد لطاق النجاة. عندما يقع انتخاب مجلس الشعب الجديد سنسلم الأمانة لهذا المجلس الذي ينتخبه الشعب. هناك شرعية لشرعية الصندوق، والمؤامرات والمناورات والدساس التي تقع خارج قبة المجلس لن نعترف بها مهما كانت. وإذا كانت هناك الحكومة الحالية هي الحكومة الشرعية، المجلس الوطني التأسيسي هو الذي يسقطها. هذه كانت بعض آراء النواب في المجلس الوطني التأسيسي على الوضع الراهن في البلاد وعلى الحوار ينجم يوصل تقريبا إجماع على أنه الحوار لازم يستكمل، لازم أنه نمر البلاد هذه من الأزمة اللي احنا فيها. ما بعد الحوار والمفاوضة سي اسكندر، خلينا نرجع لك أنت، ما بعد الحوارات هذه خاصة أنه الفترة هذه نجم نقول عليها حساسة شوية، بما أنه سمعنا من سي حسين العباسي أنه سنحتكم إلى الشارع وسيخرج الشارع من هنا، مش مشان أنه يعمق في الأزمة؟ أكيد، وهذا المراد، خلي الأزمة تعمق، خلي الأمور تتدهور الآخر، فما يكون حل إلا الإمضاء على الورقة هذه تعمل في حد. يعني شنو؟ ما أنا قلت لك نحن في تونس كم معارضتنا كم كل ديمقراطية البندية يجي نفرضوه الواقع، يجي نفرض الحل، نفرضوه مش نوصلوا بالحوار وبالوفاق وحتى لو وصلوا الحوار أمش أقول لك حل، راهي أزمة ستؤجل ومش يكون نتيجة الأمر هذا يا مش شجرة انقلاب على المجلس وسكروا بالمفاتح واللي فيه شدوا حبس بنهضتهم بالناس اللي متسكر، مازال باش يصير انقلاب هاو تسكر المجلس ورجع. هذا الرؤية نتاعنا نحن، راه ممكن يكون هذا الميطول لين. علاش نقول لك يكون حل ترقيعي هالحوار وايجاب الوفاق وتكون الأطراف مقتنعة سيدي، وكل طرف يجي للطرف الآخر من تالي ويحاول كيفاش يغدروا، ما هو نجم يكون هذا الميطول لين نتاع الانقلاب. ومن بعد يجي نسكروه المجلس وتقعد حكومة ما تعرفش عليها تقعد عامين ولا ثلاثة، واللي مش هنالينا في مصر هل كنا نتوقع شيء هذاك يجي في مصر؟ وعندنا حل آخر، خل نفصلوها نهائيا، يجي نعود للشعب ونشوف ايش يحب الشعب، دي ما دور الديمقراطية ولا ما نحترموا شعبنا ولا ما نحترموش، يجي نرجع من هنا نقول لك نحن قبلنا بشاركوا في الحوار، توجهنا الاتحاد مشكور الدعوة مش نشاركوا في الحوار هذا، وقبلنا الجلوس للحوار كيفنا كل الأحزاب الكل. لكن بالنسبة لي نحن التركيز مش يكون على إيش نعمل التواريخ الانتخابات، هذا البداية إيش نعمل التواريخ نتاع الانتخابات. وبالنسبة لأشغال مجلس الوطن التأسيسي فيما يخص الكالندري المتفق، أنا بالنسبة لي ماذا بيه يكون الفترة هذه أصغر ما يمكن ونزيدك أكثر من هك. لو كان الأهداف تاع اعتصام الرحيل إيجي نوفيه الأشغال نتاع المجلس 23 أكتوبر وانتخاباتها 17 ديسمبر كنت مش يكون أول واحد موجود. نحب الفترة الانتقالية هذه تصغر
قدر ما يمكن، لانه هذا الهدف معناتها بالنسبه لي في طيب محب ولا على رأي الدكتور محمد هشام في هذه المناسبات. لازمنا نوصل انتخابات في اسرع وقت، خلي الشعب يختار. ظهر ثم ازمه سياسيه وعدم ثقه، وثم اللي انتخب الحزب هذا ندم انه انتخب، ثم هذا موجود، هذا حراك، هذا امر طبيعي. فهمت باش نحلوه بان نعود للشعب في اسرع وقت. هل الحكومه هذه نتاع الكفاءات اللي مش تتحط، هل نجم واحد يقول لنا قداش مش تقعد؟ إيه نجم نقول لك نتوقع عليه عام، عام ونص؟ هل الشعب راضي عن هذا؟ ما نتصورش. دونك الافضل هو الرجوع بانتخابات مبكره في اسرع وقت، تشريع مبكره ولا حتى الاستفتاء اذا نستشيروا الشعب هذا بتاعنا. مش نقول اجراء الحوار ونفرض الحوار، تجرى مشاكل وتجرى ممكن حتى اغتيالات وممكن تفجيرات. باش نرجع شيء هذا، ما عرفوش شكون الطرف اللي احنا ورا هذا، ما تعرفش من انصار الشريعه من اطراف